قاعد يفرع تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقتي ثاني أشواط الصعوب وأولها للجعدان. أتمنى التوفيق لكل الأشباع المنطلقة مباشرة إلى المراكز الأولى مع الكيلومتر الأخير بن كليثم. يقدم مياس عبد الله بن مبارك بن محمد بن كليثم لكتبي راعي زعفران يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادم هنا الصويغي القادم على المركز الثاني محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي هنا يأتي على المركز الثاني المنصوري. والمركز الثالث القدوم من مخلاب راشد بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي قادم مع مخلاب. ناخذ المركز الرابع ونتابع القادم المحيط العود حمجاب بن محمد بن حمد بن مصر صلح الاحبابي قادم. والطليلي ثاني بسيف من بطي الغفلي ما شاء الله القادم في هذه اللحظات. ولكن اعود الى الصداره اعود الى بن كليثم وبن عفره المطيوعي قادم على المركز الثاني. والطليلي لثاني بن سيف الغفلي على المركز الثالث. ما شاء الله المعركه ثلاثيه ولكن بن كليثم يحافظ على الاشواط الرئيسيه في اشواط الصعوبه. تهانينا والناموس لك يا ابو احمد يا حلوة اخبارك يا ولد مبارك. تهانينا والناموس لعبد الله بن مبارك بن محمد بن كليثم الكتبي على فوز مياسي وزعفرانه بالاشواط الرئيسيه. المركز الثاني الطليلي لثاني بن سيب بن بطي بن عبيد الغفلي. المركز الثالث الصويغي القادم على المركز الثالث لمحمد بن سيف بن عفرة المطيوعي المنصوري. هكذا هي النتيجة ما شاء الله. التوقيت 1:44.